الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين. سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السادة الوزراء والسفراء والعلماء والنواب، سيادة الفريق أسامة عسكر نائبا عن معالي وزير الدفاع، الحضور الكريم، يسرني ابتداء أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذا المؤتمر. تلك الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام سيادته بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني، تلك الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام سيادته بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار محل لغة الاحطاب والاقتتال. كما يسرني أيضا أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وترحيب سيادته بضيوف مصر الأعزاء وتمنياته لهذا المؤتمر بكل التوفيق. ولعل أهم ما يميز هذا المؤتمر أنه مؤتمر إنساني بامتياز، ولا شيء يعلو فيه فوق قيمة الإنسان لكونه إنسانا، حيث كلم الحق سبحانه الإنسان على إطلاق إنسانيته فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المؤمنين وحدهم أو الموحدين وحدهم، وإنما كرم الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه: كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس من جهة الآباء أكفاء متساوون، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء. الله الله فوق الخلق فيها وحده، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء متساوون. وفي هذا الملتقى، ملتقى التسامح الديني، هنا نصلي معا نلقي الضوء على تاريخ عظيم من التسامح هنا في هذه المنطقة، حيث تعانق المسجد والدير، حيث المسجد والدير، أو قل حيث الإنسان والإنسان ولا شيء آخر سوى الإنسان والإنسان. وقد عرفت مصرنا العزيزة تاريخا عميقا عريقا من التسامح. أختم فيه بأبيات لشوقي وأبيات للشاعر المهجري محبوب الخوي. شوقي يقول: أعهدتنا أعهدتنا والقبط إلا أمة، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة
تعوم مراما أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة في الله بالاثنين واحدة واحدة صح في الله واحدة تعوم مراما نعلي تعاليم المسيح لأجلهم نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام الدين للديان جل جلاله الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام هذه بيوتكم وتلك بيوتنا التجاور بين بيوت المسلمين والمسيحيين هذه بيوتكم وتلك بيوتنا متجاورين مودة وسلاما هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما وهنا يأتي رد آخر من شاعر مسيحي هو الشاعر المهجري محبوب الخوري في ثلاثة أبيات فقط قالوا عندما كان في مهجره وأرادوا أن يحرضوه على وطنه وبلاده أجابهم بإجابة حاسمة قاطعة قالوا تحب العربة قلت أحبهم قالوا تحب العربة قلت أحبهم يقضي الجوار علي والأرحام يقضي الجوار علي والأرحام الإنسانية قالوا الديانة قالوا ضيقوا عليك وضيقوك قالوا الديانة في أصعب أوقات التعصب التي كانت تضرب بعض بلاد المنطقة قالوا الديانة قلت جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام ومحمد هذا كلام الشاعر المسيحي قالوا الديانة قلت جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام ومحمد بطل البرية كلها هو للأعارب أجمعين إمام أي روح منصفة متسامحة بعد هذه الروح ونحن هنا لنعيد هذه الروح ونبني عليها في ظل تبني القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسامح ليس في مصر وحدها وإنما نسعى لتسامح إنساني ننشره في العالم كله لتحيا البشرية في لغة الحوار بديلا للغة الاحتراب والاقتتال تمنياتنا للجميع بكل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.